نبدأها من التطورات الأخيرة في قطاع غزة والتي عادت إليه الحرب بقوة بعد 7 أيام من التهدئة في ظل اتهامات متبادلة من كل من إسرائيل وحماس للطرف الآخر بانتهاك ما تم الاتفاق عليه بخصوص الهدنة وكذلك تبادل الأسرى والمعتقلين، حيث نقلت صحيفة يديعوت أحرنوت عن مصادر سياسية قولها إن عدم تقديم حماس قائمة بأسماء من سيتم الإفراج عنهم في اليوم 8 من عمليات التبادل هو ما أدى لانهيار الهدنة، فيما ردت حماس بأن إسرائيل تتحمل مسؤولية استئناف الحرب بعد رفضها التعاطي مع كل العروض التي قدمتها للإفراج عن محتجزين آخرين، لأن لديها قرارا مسبقا باستئناف التصعيد. وشنت إسرائيل غارات وقصفا مدفعيا منذ ساعات الصباح على مناطق شمالي وجنوبي القطاع، واستهدف القصف بشكل مكثف محيط مستشفى ناصر في خان يونس ومنطقة السوق الغربي وسط مدينة رفح جنوب غزة، كما استهدف القصف منازل مجاورة لمستشفى كمال عدوان في بلدة بيت لاهيا شمالي القطاع، كذلك في شارع 20 بمخيم منصيرات. ومساء أطلق الجيش الإسرائيلي القذائف الدخانية بشكل كثيف على مخيم جباليا، واستهدف الطيران أيضا مبنى أبو شرخ وسط مخيم جباليا، وخلف التصعيد الإسرائيلي أكثر من 178 قتيلا اليوم بحسب وزارة الصحة في غزة، ونحو 600 جريح في ظل موجات النزوح الكبيرة للمدنيين الذين احتشد عدد كبير منهم في مجمع ناصر الطبي. هذا الصباح وبعد 7 أيام من الهدنة والفشل في تقديم قائمة جديدة للإفراج عن رهائن آخرين، خرق جيش حماس اتفاق الهدنة وأطلق صواريخ على تجمعات إسرائيلية، بعضها تجمعات خاضعة لعملية إخلاء. لقد سجلنا تعبير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن أسفه الشديد لاستئناف العملية العسكرية، ونحن من جهتنا نعبر عن أسفنا لأن حماس استأنفت عملياتها وخرقت شروط الهدنة. علينا أن نذكر أن هدف إسرائيل هو عودة كل الرهائن. يا ابو العيد يا ابو العيد يا ابو العيد.